ولو طلب اي حاجه ماشي يا جماعه نكمل كده. احنا خدنا كده احنا خدنا التايره الميكانيكيه في الثلاجه الماليه. مش هتلاقي اختلاف الفكره كلها في بعض الافكار. حته المروحه اللي احنا قلنا عليها دي من الحاجات اللي بتعمل مشاكل في الدائره الميكانيكيه. ان خلاك الثلاجه ما تبردش وهو ما فيش عطل في الدائره الميكانيكيه. لكن العطل ان دائره الهواء بقت مش مظبوطه. فنتكلم تاني على دائره الهواء بقى. دائره الهواء في الثلاجه البابين هتلاقي في الثلاجه الباب الواحد كان لازم الفريزر يكون فين؟ فوق. فوق لفوق، لان كان فكره التبريد كانت معتمده على ان الهواء السائع تقيل فبينزل لتحت والهواء السخن بيطلع لفوق. بيطلع لفوق، صح؟ صح. في الثلاجه البابين ما بقاش فارق، لان بقى المبخر جزء منفصل والكابينه جزء منفصل. فسواء حط لك ان الفريزر فوق او تحت، ها؟ او حطه تحت ما بقاش فارق. اول مره اشوف الثلاجه دي. لا دي موجود. الحاجات موجوده من بره. هنا فكره التبريد او فكره الهواء عامله ازاي؟ مش فرق حاجه عن الثلاجه الباب الواحد. بمعنى ان هنا حيز الفريزر هيكمل ازاي؟ بان الهواء موجود، ان المبخر كله عامل تلج، فهيعمل ايه؟ فهيجمد لي الحاجه. في بعض الثلاجات بيروح عامل لك رف. طب في الثلاجه نفس الكلام، عمل لك المرايه في الوش، وعمل لك المرفوف، بص عامله ازاي؟ سلك. عشان الهواء البارد هيروح يبقى لتحت، والهواء السخن طالع لفوق، وجزء المرايه هو اللي هيبرد. فيها مشكله؟ طيب ما فرقتش حاجه عن الثلاجه الباب الواحد. وبالنسبه للهواء في المكثف ده احنا قلناه خلاص. لكن انا مقصود بدائره الهواء، دائره الهواء اللي هي هتبرد للعميل. دائره صرف الميه. دائرة صرف المية مختلفة عن التلاجة الباب الواحد. التلاجة الباب الواحد كانت بتعمل ايه؟ مجرد ان انت بتشيل الدرج ده خطوه من ورا، صح؟ هنشوف. بالنسبة تعالى نتكلم دلوقتي ايه دايرة صرف المية بالنسبة للفريزر. في بعض التلاجات هتلاقي ان في الفريزر عامل لك طبة. في حالات قلنا ان الفريزر هيجي وقت وتسيحه، بس هتسيحه ممكن كل كام شهر. في فريزرات عمل لك ان انت سكينه التقشير، ودي عامله سكينه المعجون كده بس بلاستيك. فانت بتيجي على الفريزر بتكون مكحته كده كله، يتكون التلج وتروح واخده بطبق، واخده بحته، واخده بايدك، ايا كان. في ثلاجات في ثلاجات بيروح عامل لك الطبه دي بحيث ان انت تفتح الثلاجه وتروح حاطط الطبق وتروح منزل الثلج ايه؟ من فوق، او الميه اللي انت نزلتها. شوف هتشد الطبه هتلفها سواء كان القلاوز او كان الكبسه او كان ايا كان، وتروح عامل ايه؟ وتروح شادد الميه. ها؟ الميه كلها تنزل. طب بالنسبه للكابينه؟ الصرف في الكابينه المرايه دي بقت عامله تلج. التلج ده هو عمله لك حاجه هنتكلم عليها مع الدائره الكهربائيه، عمل لك ليها سخان. لا مش نفرصه. ماشي؟ ده عمل لك سخان حطه تحت المرايه. الهدف منه ايه؟ يسيح. ان هي الثلاجه لما تفصل السخان يشتغل يروح مسيح التلج. بس ده ساعات موجود وساعات مش موجود. هنقول ماشي، خلينا بس نتكلم في الفكره بتاعت الصرف. ماشي؟ طب هو عمل ده ليه؟ اصل انا كانت مشكلتي في الثلاجه الباب الواحد ان لما التلج يزيد البروده في الكابينه كانت بتضعف، صح ولا لا؟ هي نفس الحكايه. هتلاقي لو التلج ده زاد هيمنع لك البروده ان هي في الكابينه انها تجمد، فبرضه الحاجه هتبوظ. فبانه هو عايز، ودي هناخدها في الاعطال،
ان هو عايز ان الثلاجه ما نقول ايه يعني الثلاجه لو ما بردتش يبقى مش سخن. لا لو ما بردتش وعامله تلج ايوه تفرق. لو لقيت طبق المفروض ان الثلاجه ده وقت ما تروح تلاقي كميه تلج بسيطه وبتسيح. لكن لو رحت في ساعات بنروح الثلاجات بنلاقي فيها كميه تلج قد كده. هوريكم صور ليها. لما بتفتح الغطا مش هتفتح الغطا بقى ده في المراية. ده في المراية هو بيتكلم كده على النو فروست. لا مالناش دعوه بالنو فروست. احنا بنتكلم عن المراية الصح. عامله تلج من جوه بقى بس في وش المراية. طيب ما ده اللي احنا بنقول عليه. تمام. في صورة. لا ماشي. دي موجودة في الأعطار. خلاص ماشي. ماشي هوريها في الأعطار. خلاص ماشي. المرايه دي المرايه هي موجوده ظاهره اهي. لو دي التلج مسحش هتلاقيها كونت تلج كتير زي الثلاجه الباب الواحد. فلما تكون تلج كتير المأكولات اللي في الكابينه هتبوظ مش هيحصل تلج كويس. طب الميه دي بتروح فين؟ الميه دي بتروح عامله في مجره كده صرف. مجره الصرف دي نازله ببنز على طبق فوق الموتور. استفاد حاجتين. يبرد الموتور. منها ان الميه الساقعه دي يتخلص منها ومنها ان الميه الساقعه دي تبرد لي الموتور. شوف هو عمال بيفكر ازاي في المكونه بتاعته اللي هو الموتور. مره يعمل له تبريد زيت، مره يعمل له تبريد بالطبق، مره يعمل له تبريد عن طريق ان ياخد الفريون السائع ما يدخلوش على حاجه ويدخله على الحله. دي حاجه يعني الطبق ده لما يتملي هو مظبط حاله كتصميم. عشان بقول لك ده التصميم ان الطبق ده عمره ما يتملي بيتبخر. هو دلوقتي الميه دي نزلت. ندي مثال وليكن مثلا ان ده هياخد لتر ميه. مثال بقول ده مثال غلط واوضحه تاني بس عشان اوضح الفكره. ده هياخد لتر ميه. هي على مدار شغلها هتنزل ربع لتر ميه. يبقى هي نزلت ربع لتر ميه. في معدل شغلها على ما تيجي تفصل تاني هيكون الربع لتر جوه. الربع لتر ده مع سخونه الموتور طار نصه. فبقى في جزء تاني. فبقى المهم هو مصمم ان مهما الثلاجه اشتغلت وسيحت الطبق ده ما يتمليش. لكن يبقى موجود فيه شوية مية صغيرين عشان يبقى التبريد للموتور مستمر. تمام. ما احطش فيه مية انا بقى؟ لا انت ما تحطش حاجة بقى انت مش دعوة. ما احطش فيه مية. اقول عشان خاطر نسبة التبريد بتاع الموتور تزيد. لا لا لا. احط شوية مية. ده في بعض الثلاجات ما بيحطش الطبق ده فوق الموتور. بيحط الطبق ده في تحت الثلاجة ويبقى فوقيه المكثف. بحيث سخونية المكثف تبخر الميه والميه اللي طالعه دي متبخره تبرد المكثف. في لقيت البابين عامل ايه؟ في لقيت البابين مش عايزين نشخصا الحكايه عايزين نتكلم بافكار بس حاجه عليك. لا ما هو لقيت البابين اليوم ديلي. ما هو لقيت البابين اليت كان نظام الطبق. نظام القديم نظام الطبق فوق الموتور. كان ايديا اليت الحديث اللي هو كان المكثف موجود في الطبق. فانا عشان اجاوبك على السؤال بتاعتك لازم اعرف الموديل اللي فين؟ فانا دلوقتي بشرح لك بصفه عامه بشرح لك الافكار. نرجع تاني نقول عشان كده بقول لك افكار. تمام. انت مجرب ما هتخش للثلاجه. لا ده السؤال ده بره الفرص بقى. لا لا مش مشكله مش مشكله. بقول لك اهو انت دلوقتي انا بقول لك كل الافكار اللي انا شفتها ممكن وانا بتكلم معاك دلوقتي تكون في ثلاجه متصنعه انا ما شفتهاش. تمام. فانت عشان كده بقول لك ايه بالافكار اللي انت خدتها ان هو عايز يتخلص من ميه وعايز الميه دي يبرد بيها حاجه. صح. تمام؟ بس هنا لقى مشكله. في النظام ده لقى مشكلة. إيه المشكلة؟ لقى إن الفتحة دي بتدخل هواء سخن. ما الفتحة دي مفتوحة. هتدخل هواء سخن. فالهواء السخن ده هيساعد في عمايل التلج جوه التلاجة. وفي نفس الوقت هيهرب برودة. صح؟ صح. يبقى الجزء ده دلوقتي كده عامله كأن مجرة هواء. لو انت في النظام ده ورحت حاطط ايدك كده هتلاقي في هواء. الهواء سائع نازل. ايوه. ومدخل مكانه هواء سخن. نعمل ايه بقى؟ انت مش هتعمل. هي الشغال اللي بتعمل. عمل طبله. ايوه انا اصلا مستوي الديزاين هو على فكره. اه لا
مستهويني الافكار. ما احنا عشان كده قلنا بقى اسمها افكار. ايوه مستهويني افكار. فجت شركه راحت على فكره في ثلاجات موجوده بالنظام ده كده. ايوه. فبس من ضمن عيوبها ان هو بيهرب بروده. ما ينفعش احنا نعمل اي حاجه عشان نعالج. نعالج بس. بص هو الراجل المصنع عمل ده كده بس بعد كده في الحديث عمل افكار. طب والقديم لو انت عرفت بقول لك لو انت عرفت تعمل افكار ماشي. القديمه قصدي ما ينفعش لما انا هقول انا خلاص القديم اتعمل خلاص بقى عند العميل. انت لو عايز تعمل تعديل اعرف الجديد ايه وفكر شوف ينفع وما ينفعش وتابع شوف النتائج اللي ترجع عنه ايه. تمام. فراحت الشركه ثانيه راحت عامله ايه؟ رقبه الوزه. ايه رقبه الوزه؟ عارفين نظام ال قاعدة الحمام؟ بيبة الحمام قاعدة الحمام. قال لك انا عندي هنا مشكله، ايه المشكله؟ ان ده بيطلع هواء سخن وده ينزل لي هواء بارد، لكن لما اعمل رقبه الوزه دي الجزء ده طول عمره هيفضل موجود فيه ميه، كم ميه زياده؟ المزه هتنزل كده هتروح مع الليالي من هنا اهو المزه هتنزل. وفي نفس الوقت ما اسمعش ال وفي نفس الوقت ما فيش هواء سخن هيطلع لي نزل التربينة اهو. بس هنا في مشكلة تاني. ما احنا يعني قد ايه لك الدنيا وردة. ما انا بقول لك الاعطال الفنيين بيقعوا فيها. ما دام في مشاكل يبقى في ايه؟ اكيد هنا في الموديلات دي متعود الفني ان هو يعمل ايه؟ حتى العميل عندك يقول لك ايه؟ دايما ده ساعات بيتسد من رده بيتسد من اي حاجه بواقي اكل الكلام ده كله فهو متعود يجيب سلك حديد ويدب دب دب يسلكها. هو بسلكه بتاع كابل سلك بتاع كابل سلك كهرباء اي اي حاجه يروح عامل ايه؟ بيروح يسلكها. في النظام ده مش هينفع لو حصل رواسب هنا وسدت مهما العميل جه وعمل هيروح خارم او مش هيسلك بس يجيب بقى الفني ياكل عيش او انه يتفرج على الفيديو ده فيعرف يعملها. ده عشان يعمله هيعمل ايه؟ هتلاقي الكوعه دي معموله بافيس كده بمسمار فبتروح فاكك المكثف المكثف ده راكب بثلاث مسامير تفكهم ماشي وتروح جايبه سنه صغيره كده وتروح فاكك المسمار ده وتروح واخد الخرطوم عامله عدل وتروح تلق من جوه ميه سخنه او لو معاك واير او في بعض الاحيان لو حد شغال كهربائي بيبقى معاه السيسته بتاعت الكهربائي او يبقى مثلا ممكن تاخد منه حته مثلا متر ولا حاجه. انا بالنسبه لي معايا واير بتاع فرامل الموتوسيكل او اللي هو بتاع التصوير يعني ماشي. انا بالنسبه لي معايا في الشنطه كده شنطه العده سلك الابرياش تخين. ايوه ما هو ده انا كنت الافضل. انا بقى شغال بسلك اربعه من السلك اللي هو الاربعه اللي هو مشهور يعني في الثلاجات. العيب ده اصل ده عيب يقول لك الميه بتنزل الثلاجه بتنزل ميه. لا بس لا الثلاجه ما بتسقاش اهو انا معايا السلك ده ده شو بتاع فرامل ولا بتاع دبرياش ولا بتاع ايه بالظبط؟ دبرياش اهو انا معايا ده اهو ده جامد او جامد ويمشي يعني ده بقى ايه يعني تمام مرن وجامد بس بقى لو عامل بقى عليه ايه؟ اروح لاف عليه حته شريط لحام واعمله على صابونه عشان يبقى سهل ماشي يعني هو الصابون تبقى اسهل واروح ايه؟ صابون سائل لا صابون وش او لو جبت مثلا صابون سائل اعمل رغوه عليه بس كده الحته اللي ايه؟ اشتغل بيه بيسلك على طول ده بالنسبه لي تمام فهمنا؟ فده رقبه الوزه دي هي نرجع نقول تاني ان انت عشان تعرف في العطل واجي مثلا لو انت قلت لي عايزين نعمل نكتب سند الصرف هقول لك ايه؟ سند الصرف. طب الصرف ده ليه كذا نظام. هقول لك بقى لو كان صرف مباشر اعمل كذا لو كان صرف رقبه الوزه اعمل كذا لو كان مش هينفع. لكن انت افكار عشان لكن انت لما تاخد الافكار نفسها ممكن تاني اقول لك شركه تعمل بحاجه تاني. اكيد انت لو دلوقتي جيت بعد ما عرفت ان في افكار مختلفه وانت جيت تسلك ولقيته مسدود بس ده يمكن عامل فكره مش هتتعافى وتروح مبوظ مبوظ حاجه. هو بص عليه من ورا الاول او ممكن تكون مسدود عشان لا في ده صعب. انت قلت فكره انت قلت فكره في بدايه المحاضره الاولى كويسه وانت ما تروح لثلاجه مثلا او اي حاجه ما اشتغلتش فيها لف حوالي دقيقتين اديها كده خد فكره. انا بالنسبه لي بعمل كده طلعت الجهاز انا ما اشتغلتش فيه كتير
او الكلام ده قبل ما اعمل حاجه نظره شامله بشوف كده الجهاز ده هفكه منين وهعمل ايه وهشتغل فيه ازاي بس تمام دي تمام جت شركه ثانيه قالت لا يا عم النظام ده مش عاجبني هو حضرتك مش قلت فيه فيديو ده فيديو الايه يشوف الفيديو ده لا العميل يشوف كده لما ينزل على النت ماشي ما انا حاسس ده فيديو ايه ده انت هتفك الثلاث مسامير هتروح جايبه وبفك الخرطوم تمام انا يهمني الفكره والماء السخن بتساعد بتساعد طب بس برضه ما تعمل ميه سخنه ما تعملش ميه سخنه بتغلي قوي عشان في بعض النوعيات بيبقى البلاستيك خفيف فتيجي تروح عامل كده تروح مسيح البلاستيك عشان في حصلت مع واحد عطل طب ما فيش جاي يسلك جاي يسلك وراح عامل ميه سخنه من كاتل بتغلي مجرد ما دلقها الفريزر كله راح مفقفق مش بسيح له خالص ده واحد بيعرفها يعني طب ده مفيش بد ممكن مش مستاهل الموضوع اللي هو الموضوع حاجه زكاس ده بيبقى سلق او كده كله ايه؟ رد غالبا بيبقى رد حاجات بسيطه وانت مجرد ما دخلت فيها سيخ ورحت عامل ميه بيروح واخدها خلاص يعني الموضوع بسيط يعني الموضوع مش حاجه صعبه جت شركه ثانيه قالت لك لا يا عم واحده واحده هنقول ما تستغربش توشيبا توشيبا فعلا نفس ماشي جت شركه راح قالت لك لا يا عم انا هعمل فكره ثانيه طب ايه يا عم الفكره دي قال لك انا دلوقتي ده هخلي الخرطوم عدل ليه يا عم هخلي الخرطوم عدل اصل الحته دي تبقى سهله اكتر انها تعبي رواسب فهو اكتشف ان الجزء ده كده عيب قال لك طب انا دلوقتي لما اجي اعمله عيب ايه المشكله اللي مقابلاني اللي هو مفتوح اللي هي مفتوحه صح فقال لك لا انا هعمل الجزء ده وهركبه على الخرطوم الجزء ده عباره عن ايه يطلع بوابه شايف انت دي اهو دي بوابه بص انا معايا واحد بس شكلها بس نفس الفكره دي ايه بواب بحيث الخرطوم يتحط كده المايه نازله تفتح البوابه المايه لما تبقى نازله بشدتها تروح عامله ايه تروح عامله كده البوابه تروح منزله الميه في اساس تمام خلصت ميه تروح عامله كده لما عملت كده منعت ان هواء سخن يخش ومنعت ان هواء بارد يرجع طب حصل سند هنا تعال بس نشوف الاول نلف حوالين دي هنا بلية ماشي دي بلية بلاستيك ادي هي البوابة لما ايه لما فتحت ماشي تعال بقى هنا حصل سند في الخرطوم ايه اللي هيحصل هل المية هتنزل هنا المايه هتخش فين؟ في الجزء ده؟ الكوعة طب الكوعة دي بقت مليانة مية، في هنا وردة بلاستيك، البلاستيك بيعمل إيه في المية؟ بيتكسر أيوة صح؟ مش البلاستيك خفيف بيدفع المية؟ أيوة فلما ده هيروح يطفو شالها لما شالها عمل خلخلة هنا المية تنزل من هنا صرفت المية نزلت الكرة تاني بصوا عليها بس مش التوشيبا التوشيبا فيها برضه بقى كوره بس ما مش انا في التوشيبا كنت بطلع اسلك صرفه مش مهندس كنت بشيل الحته اللي هي البوابه دي كنت بلغيها انا كنت بلغيها مفكر ان هي كده ايه ممكن تعمل اعاقه زيادات قلت ممكن تعمل رواسب مش فاهم فكنت باجي شايلها خالص هدي واحده منها انت اعتبر نفسك مش فاهم انت هدي واحده منها لا فك البتاع دي على بعضيها لو في سداد لا انا بعد ما بنضف خالص كنت باجي خالعه الجزء ده خالص على اساس بقول لو في رواسب تنزل على طول لا فك واحده وهتحلي ما كنتش فاهم بقى ان هي بتمنع دخول الهواء ما هو الشغل برضه بالممارسه غير على اكيد العلميه اكيد بس عندنا ما فيش دي ما فيش كوره؟ لا في التوشيبا عندك في التوشيبا عندك دي هنا والميه بتصرف من البوابه والكره دي لما بتزيد دي بتعلى خسافة التوشيبا فيها الكرة دي هنا بص يا بس نعم في التوشيبا الجزء ده يا استاذي بتاعت التوشيبا اهي دي بتاعت التوشيبا معلش كرة الحديثة يا استاذي دي صورة بتاعت التوشيبا دي جاية من مصنع بس الحديثة ما فيهاش كرة
أنهي الحديثة؟ الثلاجات المفروست. بص دي صورة جاية لي من ملف الثلاجة المفروست. بص شايف أنت، شايف أنت الجزء ده؟ بص لا. إن شاء الله أعمل أتابع. أدي بص أدي الكورة أهي. وهتدعي يا باشمهندس. بص أدي الكورة دي أهي. ربنا أتأكد. لا مش أكل، لو هما يكونوا شالوها، بس أنا الموديل اللي جالي عشان كده بقول لك أفكار، الموديل اللي كان جالي ها كان فيها أهي، دي صورة جاية من قلب المصنع. ماشي؟ أدي الكورة أهي. ودي الفتحة بتاعتها من تحت أهي، البوابة. حصل سند تراكمات رواسب في الحاجات دي، الكورة بتعلى وتروح منزلة المية. أيوه. تمام الطف. ماشي؟ جت شركة تاني، ما هقول افكار بقى، الافكار دي مش فكره. انا عاجبني الموضوع، عاجبني الافكار. ماشي شغال. جت شركه تاني راحت عامله ايه؟ راحت جايبه الطبق مش فوق الموتور، مرفوع تشيبه برضه. ماشي؟ جايبه الطبق مرفوع عن الموتور. وبعت الجزء من المكثف. وراح حاطط جزء من المكثف فيه. في الميه لو في ايه بالظبط؟ لا ده بيبقى في قلب الميه، يعني ده كده اهو موجود في قلب الحوض اهو. بص ادي الآية اهو، ادي الجزء اهو. ماشي هنرجع تاني ان الجزء ده ما عشان تبقى مشيت. ما الشرب المستورد هم اللي حاطين مكثف في الميه بس. ما هو بس ده عاملين عليه ماده بحيث ان هو ما يتاكلش. ازاي كان بتاع الايجر اليت؟ يعني ده عاملين عليه ماده عازله سودا كده، هتلاقيها غالبا هتكون ريكم او يعني ماده عازله بحيث انها ما تاثرش بالميه. ها بحيث بص لما تيجي تعملها تفكه ازاي؟ شايف المسمارين دول؟ هتفك المسمارين دول وتروح واخد الطرق بميل كده وتروح دلجه. لو في سند، لو في رواسب او في اي حاجه، وتروح مركبه تاني. هنا استفاد كل الفكره ان انا هبرد الميه الساقعه دي هستخدمها في تبريد مكثف او موتور، والميه الساقعه اتخلص منها بسخونه حاجه. لا موتور لا اما مكثف. وصلت؟ بالاخر كده عاوز يشغل الثلاجه من غير ما العميل هو مش عايز خارج. يبقى في اي تدخل من العميل في نفس الوقت، كل العيوب اللي كانت بتبقى موجوده في منتج يتلاشاها في منتج تاني. في منتج جديد بتاعه. لان انت بدل مثلا كنت الثلاجه عندي كانت بتسد ميه على طول او بتعمل تلج. طب انا احاول اشوف ميزه في الثلاجه الثانيه عشان تقول بقى والله ده انا ثلجت الحاجه الفلانيه ما يبقاش ما فيش فيها عيوب. نظام العزل بيبقى فوق ما تكون هنوقف كده نخش على الدائره الكهربيه. ها نظام العزل في اغلب الثلاجات في البابين بيبقى نظام العزل بتاعها فوم محقوم. ماشي؟ حته الفوم ده كان في ثلاجات البابين القديم، لكن الجديد كله فوم محقوم. ده الفل ده ما بقاش موجود خالص منه في الثلاجات الجديده. هنوقف عشان نخش على الدائره الكهربائيه.